عليكم شباب سنة ثالثة ثانوي، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير ويبقى تم الصحة وعافية إن شاء الله بإذن الله، وتكونوا بدأتوا وتحلوا في الفترة اللي إحنا فيها دي، وما يكونش حد لسه مستمر على المذاكرة بس بدون ما يحل. الحل في الفترة دي مهم جدا، بناء على طلب ناس كتير قوي إحنا عايزين نشتغل بإن إحنا نعمل الجزء الخاص بشابتر 4. ناس كتير طلبت مننا شابتر 4 وقالت ان هي عايزه يعني ايه نعمل اوفر فيو عليه، فاحنا هنعمل اوفر فيو على شابتر 4 مع انه شابتر سهل جدا ولكنه محتاج ما يتسابش ما يتركنش، يعني عايز اول باول كده نكون بنذاكره، وهتلاقوه بيخلص في 10 دقائق، مفهوم جدا يعني. تمام، بسم الله. هنبدا الاوفر فيو. هو بدا شابتر 4 بالكلام على الاي سي كارنت، ومش هنتكلم عنه كتير قوي لان الالترنيتنج كارنت ده اتكلمنا عنه في شابتر 3، ولكن هنقول ان هو قال ان الاي سي كارنت او الالترنيتنج كارنت بتكون هنا الانتنستي وبيكون ده هنا التايم، وبيبدا يزيد كده في اول ربع سايكل اللي هي عند 90 ديجري، وبعدين بيرجع تاني للزيرو عند الهاف سايكل اللي هي 180، وبعدين عند كوارتر 3 كوارتر سايكل يبقى 270 يرجع للماكس في الاوبزيت دايركشن، وبعدين يجي هنا في 360 يكمل كومبليت سايكل كامله زي ما احنا قلنا. فهو واضح ان هو بيعمل تشينج للدايركشن بتاعه كل هاف سايكل. الهاف سايكل الاولى زي ما حضراتكم شايفين اهي بتكون بوزيتيف، والهاف سايكل الثانيه بتكون ايه نيجاتيف. كان في مشكله بما ان الكرنت ده متغير باستمرار، اذا ما ينفعش نقيسه بالدي سي اميتر. الدي سي اميتر ما يقدرش يقيس ده ليه؟ لان الكرنت ده طالع نازل، الانتنسي بتاعته بتنكريز وبعدين بتديكريز وبعدين الدايركشن بتغير، والدي سي اميتر خدت في شابتر 2 بيعتمد على التورك، التورك ده بيحتاج كرنت ثابت فالبوينتر اتحرك كده كده زي ما القلم بيتحرك. لكن طبعا انا لو حصل عندي ان انا عندي كرنت طالع نازل يطلع وينزل يطلع وينزل، فبص تلاقي ده معناه ايه؟ ان البوينتر هيقعد يتحرك شمال ويمين، فبالتالي مش هنعرف نقيس. فبالتالي لما يجي يقول لك ليه الدي سي اميتر اللي هو في شابتر 2 is not used to measure alternating current، هتقول ان الدي سي اميتر its idea depends on magnetic torque which need constant magnetic and electric current، يعني بيحتاج magnetic field ثابت والكتريك كارنت ايه ثابت. يبقى حضرتك ليه تاني ما بنستخدمش الدي سي اميتر في انه يقيس الالترنيتنج كارنت؟ لان الدي سي اميتر بيعتمد على الماجنتيك تورك، والماجنتيك تورك ده بيحتاج ان الكارنت يبقى ثابت فيعمل فيلد ثابت فيتحرك البوينتر نسبه معينه، ولكن ده ما بيتحققش في الاي سي كارنت. طب هتعمل ده ازاي؟ قال لك الحمد لله قدرنا نخترع جهاز اسمه هوت واير اميتر. طب معلش قول لي ايه هو الهوت واير اميتر ده؟ قصته عامله ازاي؟ قال لك بص يا سيدي، هو بيتكون من تو سكروز كده، يعني ليه مسمارين كده او نيل A ونيل B. كمان حضرتك فيهم ما بينهم كده واير معمول من الإريديوم اند بلاتينوم، دول تو ميتلز اسمهم إريديوم اند بلاتينوم. السؤال اللي بيجي في دماغك، طب ليه اريديوم اند بلاتينوم؟ قال لك لان دول لما بيسخنوا بيتاثروا بدرجه الحراره فيتمددوا، فا easily changing its temperature. تمام خلاص، باي ايه؟ باي هيت، يعني كل ما سخناهم كل ما اتمددوا واتاثروا بدرجه الحراره دي. كلام جميل. حضرتك بقى دول مشدودين بسلك سترين، خيط حرير كده عشان ما يتقطعش، او سلك ثريد عامل لفه حوالين بولي بكره او رولر. فين البكر ده اللي هو ايه بيتلف عليه حاجة؟ هو كده عامل لفة حوالين البولي كده، ومشدود السبرينج. السبرينج دي always tight، دايما مشدودة لتحت، هنفهم دي طبعا tight لإيه؟ لبول، يعني أي حاجة ثابتة كده أهم حاجة تبقى مشدودة فيه بس. وهنا متوصل ده بارلل مع شنط ريزيستنس، عارفين عشان تزيد قدرته على تحمل الكرنت اهي، وده الهوت واير اميتر بتاعه. هنا بقى في بوينتر متوصل بالبولي، البوينتر ده بيساور على سكيل، هذا السكيل
هنلاحظ ان هو نون يونيفورم، يعني مسافة بين صفر وواحد غير بين واحد واتنين غير بين تلاتة، اتنين وتلاتة غير بين تلاتة واربعة. طيب ادينا اختصار كده how does it work، وبعدين ندخل بقى على circuits. how does it work؟ قالك ان حضرتك لما يمشي الكرنت بالشكل ده هيدخل في الواير، فاذا الواير ده هيعمل ايه؟ هيسخن. برافو عليك. فلما يسخن الواير هيتمدد، لان كل الحاجات expands by heating. لما يحصل له expansion ويتمدد طوله هيزيد. مين بقى دايما شده؟ السلك سترين ده. فلما طوله يزيد السلك سترين دايما يشده لتحت. ليه؟ لان احنا قلنا ان هو متوصل بسوستة او سبرينج، دي always tight، دايما مشدودة. يبقى لما الواير ده يحصل له expansion السلك سترين هيأتاتش او هيأتراكت الاكسباندد بورت ده. فبعدين لما يشد الجزء اللي هو دوت هتبص تلاقي ان السوسته شدته لتحت. طب الله، ده هو لافف لفه على البقره دي، فبالتالي هيروح شداه لتحت، فتقوم البقره ايه زي ما القلم بيلف بيعمل كده، تقوم البقره لفه او البولي دي تلف ويتحرك البوينتر معاه. يبقى بمنتهى الهدوء والبساطه كهربا بتمشي، يبقى واير باسز ان ذا واير. طيب الواير يجراله ايه؟ الواير هيتس اب، يسخن، وبعدين الواير يحصل له اكسبانشن. طيب لما الواير يحصل له اكسبانشن الاكسباندد بارت ده هيأتراكتب بالسلك سترين اللي هو متوصل ببولي، فيخلي البولي تو روتيت تلف، فلما تلف البولي يتحرك بيها البوينتر. يبقى الواير بيمشي فيه كهرباء، يسخن، يتمدد، يتشد الجزء اللي متمدد ده، وطبعا بالسوسته اللي تحت، فطبعا بما انه بيشد لتحت يخلي البكره تلف كده لانه ملفوف عليها، فيتحرك معاها البوينتر. وبالتالي ده الايديا بتاعت او هاو داز ات ورك. طبعا احنا بنتكلم اوفر فيو، في شويه حاجات بس انا بساعدك ان انت تتغلب على مشكله التشابتر ده. كان في مشكلتين او تو ديفكتس. اول ديفكتس ما نقدرش نتغلب عليه اللي هما ان البوينتر موفز سلولي سواء في الموفينج او ريتيرنينج باك، لانه لسه عبال ما يسخن ويتمدد ويتشد البوينتر بيتحرك او بيرجع ببطء. تاني حاجه ان هو affected by atmospheric temperature. طب وده معناه ايه؟ ده معناه انه هيبقى سهل تغير، انه يتاثر بدرجه حراره الجو اللي حواليه، وده يطلق عليه في عرف الفيزيكس زيرو ايرور، ان هو لما يتاثر بدرجه حراره الحاجات اللي حواليه يبقى ممكن تلاقيه لو في منطقه اصلا حر هتلاقيه متمدد اصلا، لان اللي هيتاثر بدرجه حراره الجو اللي حواليه، فهتلاقي السلك متمدد فهتلاقيه قاري من غير ما توصل له كرنت. او لو منطقه بارده قوي هتلاقيه كونتراكتد منكمش، لان الحاجات برضو او الميتلز كونتراكت باي كولينج، فهتبص تلاقيه قبل الصفر، فده بنسميه زيرو ايرور. فبنعمل ايه بقى؟ بنحميه ان احنا بنخلي السلك ده مشدود على ماده ثانيه ليها نفس الاكسبانشن كوفيشنت، يعني نحط الواير وكأن المادة دي هي بتشيل عنه تأثر بدرجة الحرارة، يعني لما يجي درجة الحرارة بتاع الجو بتأثر بتأثر على الماتيريال دي، ويفضل الواير زي ما هو اللي قدامنا ده ما بيتأثرش بحاجة. يبقى احنا بنخليه تايت على ماتيريال اوف سيم اكسبانشن كوفيشنت. طيب اخر حاجة في الهوت واير اميتر كده كأوفر فيو، هو ليه السكيل نون يونيفورم؟ وخلي بالك احنا عندنا في المنهج كله بتاعنا يا تالتة ثانوي هما تو سكيلز نوت يونيفورم، سكيل الاوميتر خلاص وسكيل الهوت واير اميتر. قال لك لان انت بتعتمد على الهيت في الاي اس. ايوه ايه المشكله؟ طب ما الهيت دي انرجي. طب حضرتك مش فاكر ان الهيت انرجي مش كانت بتساوي اي سكوير في ار في تي؟ ايوه، يعني ده معناه ان الهيت بتاعتك دي دايركتلي بروبورشنال مع الاي سكوير. طب ما هو ده اللي مخليه نون يونيفورم، لان مثلا لما ده يبقى دبل ده يبقى 4، طب لما يبقى ده يبقى 3 تايمز خلاص، يعني لما الكرنت يبقى 3 مش هيبقى 6 لانك هتعمل 3 سكوير فهيبقى 9. طب لما يبقى 4 مش هتضرب في 2 انت بتعمل سكويرنج فهيبقى كام؟ 16. يعني احنا دلوقتي لو الكرنت زاد دبل هتعمل دبل سكوير تطلع 4، لو الكرنت زاد تريبل مش هيبقى 6، مش بالدبل، مش هيبقى ريشيو عاديه، هيبقى 9. طب لو الكرنت يبقى زدنا 5 فرق 5، طب لو زاد 4 هيبقى 16، فكل مدى الفرق بيوسع فمسافات عماله تزيد. فعشان كده السكيل بتاعه ايه؟ نون يونيفورم. مثلا عندك 5 سكوير هتبقى 25 وهكذا. وصلت الفكره ازاي يا اساتذه؟ كلام جميل. عشان كده السكيل نون يونيفورم، لانه بيعتمد ان الهيت دايركتلي مع الاي سكوير مش مع الاي نفسها. طيب احنا دلوقتي هنبدا نتكلم على
اللي هي السكس سيركتس اللي عامله لنا مشكله والدايركشنز بتاعتهم والامور دي كلها. ولكن في مصطلحين هيقابلونا، واحد مش جديد وواحد تاني جديد. اللي مش جديد يعني ايه كويل؟ الكويل اللي هو كان ده عنده سيلف اندكشن. طبعا انا بكلمك على اساس ان عندك فكره من التشابتر، على اساس كده بنعمل اوفر فيو. الكويل ده خلاص كان بيبقى اكتشفنا انه عنده مقاومه، المقاومه دي ما ينفعش نسميها ريزيستنس. هيقولوا علينا ايه مش فاهمين حاجه في الفيزيكس؟ ليه؟ لان الريزيستنس الار اللي احنا خدناها دي اسمها اوميك ريزيستنس، ودي لما بتنشا من ايه؟ من ان الالكترونز وهي ماشيه بتخبط في الاتومز اللي موجوده في الواير. فلما تخبط في الاتومز اللي موجوده في الواير بيسخن الواير ويعمل نوع من انواع المقاومه فسميناها اوميك ريزيستنس. هنا برضو في مقاومه بيقابلها الكرنت، بس هل بسبب انه بيخبط في الاتوم ولا بسبب السيلف اندكشن؟ بسبب السيلف اندكشن. يعني اذا هو في مقاومه بس سببها مختلف، سببها ان في اوبزيت اي ام اف او سيلف اندكشن بيقاوم الكهرباء انها تمشي، فما ينفعش اقول عليها ريزيستنس عاديه، فسميناها اسم تاني اندكتيف رياكتيفيتي، وبتتقاس برضو بالاوم، ودي بتساوي اوميجا في ال. تمام، نسيتها قول ويل. خلاص كده، لو نسيتها قول ويل اوميجا ال. خلاص كده يبقى دي بتساوي 2 باي اف في ال، حيث ان ال دي سيلف اندكشن، وما تخافش بتتقاس برضو بالاوم. الكونسبت الجديد اللي انت كنت اول مره تسمع عنه في التشابتر ده الا وهو الكاباسيتور. بكرر تاني، احنا بنعمل اوفر فيو. هذا الكاباسيتور كان عباره عن تو ماجنتيك بليت، تو ميتاليك بليتس قد بعض كده. خلي بالك ان الباتري واحد طويل واحد قصير، ده كده الباتري خلاص، عمود طويل وعمود قصير، لكن هنا تو ميتاليك بليتس. ده كان بيتوصل باي حاجه، اي مصدر. ده وظيفته ده حصالة. يعني ايه حصالة؟ يعني يقعد يخزن الفولتج، فيقعد يخزن الفولت، يخزن الفولت، بليت يتشحن بالبوزيتيف وبليت يتشحن بالايه؟ بالنيجاتيف، بليت يتشحن بالبوزيتيف وبليت بيتشحن بالايه؟ بالنيجاتيف، لحد ما يستقبل، لحد ما تخلص حاجة اسمها ايوه كاباسيتنس، الساعة بتاعته. اللي هو يعني ايه ساعة؟ باينة من اسمها، تقدر تشيل قد ايه؟ تقدر تاخد قد ايه؟ فدي سميناها سي، وبتتقاس بوحدة اسمها فرد. وهو بقى نتيجة ان هو كان بيخزن الفولتج، فكان الدايرة ما بتمشيش طبيعي، لان في حد عمال بيسرق منها، في فولت عمال بيروح عند الحج ده كده وما بيروحش الاجزاء السيركتس، يعني هذا عمال يسرق فولت، فبيعمل نوع من انواع المقاومة بسبب الكاباسيتنس، سميناها اكس سي، وهي بتساوي 1 على الدبليو سي. دبليو سي عشان تفتكر، لكن هي اسمها اوميجا سي اللي هي 1 على 2 باي اف سي. اتفقنا؟ ده كده اوفر فيو سريعا على الانترودكشن بتاع شابتر 1، لكن انا عامل شابتر 4، لكن انا عامل ده على اساس نخلص ال 6 سيركتس. قال لك بقى احنا هندرس حاجه اسمها فيز ديفرنس وكلام كده عبيط في ال 6 تايبس اوف سيركتس. بس قبل ما اتكلم على كده، قال لك احنا هندرس سيركت فيها ريزيستنس بس، وسيركت فيها ريزيستنس او كويل بس، هندي لها رمز ال يعني، وسيركت فيها كاباسيتور بس، وسيركت فيها ريزيستنس بقى مع كويل، وسيركت فيها ريزيستنس مع كاباسيتور، وسيركت فيها ريزيستنس مع كويل مع كاباسيتور. ماشي معاك. طب انت هتدرسهم ليه؟ ابدا، هو احنا اكتشفنا ان احنا لما بيتوجد الكويل فبيقاوم الالكتريستي، فبنلاقي ان هو في حد اتاخر عن حد وحد اتقدم عن حد في السيركت، يعني في واحد بيمشي اسرع من التاني، تمام، او بيوصل للماكسيمم بوينت اسرع من التاني. طب مين دول؟ هم ما فيش غيرهم، اما الفي والاي، دول بيقعدوا يتخانقوا، فدول دايما في حاله كونفليكت، صراع او خناق، خناقة دايما بيتخانقوا. وفي اوقات كده ربنا يهديهم مع بعض ويبقوا سيم فيز. تعالى لي بقى كده، بدات تخش في المنهج. يعني هم احنا دايما عايزين نشوف مين بيتخانق ومين كسب فيهم، الاي ولا الفي، الاي ولا الفي، الاي ولا الفي. في السكس سيركتس دول بقى احنا دلوقتي هنقعد نشوف مين بيكسب التاني بقى، ومين مين بيتخانق مع التاني، ومين اكبر ومين اقوى، ومتقدم بقد ايه وده متاخر بقد ايه. ولكن يبقى احنا عايزين نلقط هنا بقى
حاجة اسمها فيز ديفرنس، وقلنا أوقات بيكونوا في حاجة اسمها سيم فيز. يعني ايه سيم فيز؟ سيم فيز شفت كده حضرتك، لما أنا أبقى ماشي وابني مثلا واقف جنبي وأنا بصلي مثلا، أركع يركع، أقوم الركوع يقوم الركوع، أسجد يسجد، أقوم السجود يقوم السجود، أسجد تاني يسجد تاني، يبقى معنى كده إن هو مطابق لخطواتي بالظبط، ماشي معايا خطوة بخطوة. هنا ده يتقال علينا سيم فيز، إن مفيش فرق بيننا. يبقى إحنا عندنا نفس الدايركشن ونفس البوزيشن، بنعمل كل حاجة مع بعض. يعني لو قلت لك سيم فيز يعني معناه ان الاي والفي بيوصلوا الماكسيمم بتاعهم مع بعض، ويوصلوا الزيرو بتاعهم مع بعض، ويوصلوا النيجاتيف ماكسيمم مع بعض، ويرجعوا الزيرو مع بعض. يعني احنا لو ماشيين في شكل اي سي سيركت بيبقى ماشيين بالشكل ده كده، ان احنا نبقى ماشيين ادي مثلا ده الفي مثلا الاحمر ده، والاي ده الازرق مثلا. سيبك من ان هو يوصل معاه بالظبط ولا لا، خلاص يعني يبقى نفس الماكسيمم، مش شرط يعني مثلا ممكن الماكسيمم بتاع ده 10 وممكن الماكسيمم بتاع ده 20، مش مشكله، اهم حاجه يبقى واصلين نفس الماكسيمم مع بعض، وينزلوا ايوه للزيرو مع بعض، وبعدين يرجعوا للنيجاتيف ماكسيمم مع بعض الاثنين، وبعدين يرجعوا للايه للزيرو مع بعض، وهكذا. ده يطلق عليه سيم فيز. ولكن فيز ديفرنس بقى لو حصل ما بينهم خلاف، فواحد بيسبق التاني او واحد بيأخر التاني، زي ولد مثلا ايه مش محترم شوية مع الناس الاكبر منه مثلا ولا حاجة، تلاقيه بيبدأ ايه يقول لك بص الولد سابق والده ازاي وسايب والده وراه. فبص تلاقي ايه اللي بيحصل، ان الولد سبق عن والده، او الولد الاب سبق عن ابنه سايب ابنه وراه. يبقى معنى كده ان احنا عندنا حد متقدم عن التاني او حد متأخر عن التاني. دي دردشة بسيطة بس توضح لنا يعني ايه سيم فيز، وتوضح لنا ان احنا هنشوف مين اللي بيتخانق مع بعض ومين اللي في اختلاف، وعايزين نشوف مين متقدم عن مين. نبدأ بقى ندخل في الجزء بتاعنا بتاع السيركتس دي. احنا هناخد دايرة الار. عايز اقول لك يا سيدي الفاضل، وبعدين ناخد جنبها السيركت بتاع الكويل، وبعدين ناخد جنبها السيركت بتاع الكاباسيتور. تعالي لي في السيركت بتاعت الار. دايرة السي ار دي لا بتهش ولا بتنش، واحنا عارفينها من زمان من اول شابتر 1 ان الفي والاي سيم فيز. فس انا هكتب في ار واي ار يعني عشان ابين لك ان انا في السيركت بتاع الار. فيبقى في حاجه عندنا احنا هنجيبها اسمها فيز انجل. بقى فيز انجل يعني هم سابقين عن بعض بقد ايه، فبما انهم مش لا سابقين ولا بيتخانقوا يبقى الفيز انجل بزيرو. واذا لما احنا نيجي نرسم الفيكتور ريبريزنتيشن هيبقى كده، يعني ازاي شكلهم في الفيكتور دايركشن او اتجاهاتهم عامله ازاي، هيبقى ده الفي ار وده الاي ار، الكرنت والفي ما بيتخانقوش. ولو جاي ارسم لهم جراف هيبقى مثلا الفي بالاحمر هيبقى ده الفي مثلا، وهيبقى ده الاي مثلا اهو، تمام كده خلاص. يبقى هنا مثلا ده الفي والازرق ده الاي، يبقى هنا بيطلعوا ماكسيمم مع بعض وبينزلوا زيرو مع بعض، ويرجعوا نيجاتيف ماكسيمم مع بعض ويرجعوا زيرو مع بعض. دي دايره السيركت الار. خلصت بس كده؟ والله بس كده. بس ركز معايا في دول، ها يعني ركز في الفيكتور ريبريزنتيشن ده نحتاجه. دايره الكويل لقينا ان بص بقى معايا ان ده الاي معايا، ده الاي ار، ده الاي ال اهي، وده الفي ال. هديك طريقه سهله قوي، انت امشي انتي كلوك وايز، يعني امشي من هنا من الشمال لليمين على طول، فبص تلاقي كان الاي ال بيجري ورا الفي ال، ما انت بنمشي انتي كلوك وايز. حلو، فبالتالي ده بيجري ورا ده، يبقى ده متاخر وده سابق، فنقول ان الاي لاجز والفي ليدز. طبعا الفي سابقه اهي والاي لاجز بكام درجه، دي كام قدامك 90 ديجري. كلام جميل. طيب يعني انا لما اجي اعمل فيكتور ريبريزنتيشن اهو ده الفيكتور ريبريزنتيشن. طب لو عايز اعمل جرافيكال ريبريزنتيشن اروح راسم كده وارسم جراف عادي ولا في اي اندهاش، اهو اطلع كده اهو كده كده واعمل الانجل عليه 0 90 180
270 360. وارسم واحد تاني عكسه بقى، لان ده فرق 90 درجة، فمعناه 90 درجة ان لما واحد بيكون ماكس التاني بيبقى زيرو، والعكس صحيح. فاروح نازل كده، ابقى انا هنا ده زيرو ده ماكس، ده كده ماكس الاحمر يبقى الازرق زيرو، ده كده الاحمر زيرو يبقى ده ماكس. واظبط ايدك واهدى على نفسك، ده كده نيجاتيف ماكس يبقى ده زيرو، وده كده يبقى. طب حضرتك مين سابق؟ الفي. الفي يا دكتور سابق، يعني معنى كده ان الفي هو اللي بدأ من الماكس، يبقى الازرق ده ياخد في والاحمر ده ياخد ايه؟ اي، لان ده بادئ من الايه؟ من الماكس، وده بادئ منين؟ من الزيرو. خلصنا معايا كده؟ في اي مشكلة؟ اعيد اي حاجة؟ طب كان في حاجة اسمها سلوب، كون بيلخبط بقى دلتا اي ودلتا تي ودلتا مش عارف ايه. يا ابني اهدى يا حبيبي، الموضوع بسيط قوي. مين اللي بدأ من الزيرو؟ عادي الاي ده، خلاص يبقى السلوب دلتا اي على دلتا تي. طبعا انا بديك فكرة عشان تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي، لكن هو جاي من الرول بس ببسط عليك. يبقى دلتا اي على دلتا تي، تمام، ده السلوب بتاعنا. طبعا السلوب عند انجل زيرو، خلاص كده اهي، دي الانجل زيرو بيكون زيرو، عند الانجل 90 بيكون ماكس، عند الانجل 180 بيبقى زيرو. تمام كده، الله ينور عليك. تمام، تعالى لي بقى واحدة واحدة. يعني ايه سلوب بقى؟ تعالى نتكلم هنا ان احنا هنا زيرو، يبقى الاي بزيرو، الفي قصادها بكام؟ بماكس. طب عند انجل 90 الاي الاحمر بكام؟ بماكس. الفي الازرق بكام؟ بزيرو. تعالى لي هنا 180 الاي بكام؟ ما تحفظش يا شباب، وما تذاكرش من ملزمه وتقعد تحفظ، انت ارسم الجراف وهاتها. الاي الاحمر بزيرو، الفي بكام؟ نيجاتيف ماكس. طب تعالى عند 270 الاي الاحمر تمام ده نيجاتيف ماكس، بينما الفي الازرق زيرو. كمل معايا عند 360، الله ينور عليك، كانت عندنا الاي الاحمر بزيرو والفي بماكس. كلام جميل. طب ايه بقى حوار السلوب ده؟ هو مش حضرتك خدنا ان الفي او الاي ام اف بتساوي ماينس ال دلتا اي على دلتا تي؟ السلوب بقى انا بقول لك ان هو التانجنت بتاع الكيرف ده، تقدر تجيبه من الكيرف اللي بادئ مظبوط، اللي بادئ من الزيرو، يبقى ده السلوب. يبقى معنى كده ان قيمه السلوب دلتا اي على دلتا تي بتدل على قيمه الفي. يعني ايه بتدل على قيمه الفي؟ ما هم دايركت بروبوشنال، يعني لو ده ماكسيمم هيبقى ده ماكسيمم، ولو ده زيرو هيبقى ده زيرو. فالسؤال يجي ازاي؟ يقول لك عند انجل، يجي يقول لك عند انجل 90 الفي بكام؟ تقول لي ثانيه ارسم الجراف الاول، الفي بي زيرو والاي بي ماكس. طب دلتا اي على دلتا تي، دلتا اي على دلتا تي قيمته من قيمه الفي اهي من هنا. طيب يبقى احنا عند 90 قلنا الفي بزيرو، يبقى اكيد ده بايه؟ زيرو. طب لو كانت الفي ماكس اكيد ده كان هيبقى في بايه؟ ماكس. كلام جميل جدا. طب تيجي لدايره الكاباستور، ايه رايك بقى ان احنا لقينا في السيركت بتاع الكاباستور ان ده الاي سي اهي وده الفي سي؟ احنا اتفقنا يا شباب بنمشي انتي كلوك وايز، يبقى معنى كده ان الفي سي هو اللي متاخر بكام درجه؟ 90 ديجري. يبقى في سي لاجز، ايوه، واي سي ليدز. طب معلش نرسم ايه بقى؟ ما خلاص اهي عيدها تاني يا شباب، تعالى لي هنا او يا بنات تعالى هنا، هنطلع اهو، الله ينور عليك، نطلع كيرف عادي مظبوط ما فيهوش مشكله، ونعمل 0 90 180 270 360، وننزل هنا كيرف اهو. ركز بقى معايا، كيرف عكسه، 0 عند الماكس، ماكس عند الزيرو، 0 عند الماكس في ده اهي، هنا ماكس يبقى عندها 0، هنا 0 يبقى عندها ماكس. حضرتك مين اللي بيسابق الاي؟ يبقى الاحمر ده ياخد اي. مين متاخر؟ الفي، يبقى هو اللي بادئ من الزيرو. بسيطه خالص اهي، كلام جميل. طيب السلوب بقى، او خلينا نقول عند انجل 90 هتقول لي الاي بزيرو والفي بماكس. طب مثلا عند انجل 360 الفي الازرق بزيرو والاي بايه؟ ماكس، وهكذا. طب السلوب مين الكيرف اللي بادئ مظبوط؟ الكيرف اللي بادئ مظبوط ايوه الفي، يبقى السلوب بيساوي دلتا في على دلتا تي. بادئ مظبوط يعني بادئ من الزيرو مش بادئ ماكس. موضوع بسيط قوي. طب ده بيدل على ايه؟ على الاي. ايه اللي عرفك؟ لان الاي كانت بتساوي كيو على تي، والكيو بتساوي سي في، عملناها دلتا في على اساس ان الفي بتتغير، يبقى سي في خدناها من القانون الكاباستنس، يبقى دلتا في على دلتا تي. يبقى لو ده زيرو تمام، ده قانون يا جماعه الكيو اللي هو بتساوي سي في في بتاع الكاباستنس، وده يبقى زيرو، ولو ده ماكس ده يبقى ماكس.
فلو خدنا سؤال وقال لك احنا دلوقتي عند انجل 180، تقول لي ثانية ال V بزيرو وال I بنيجاتيف ماكس، طيب خلاص الدلتا V على دلتا T بكام اللي هو السلوب؟ طيب الدلتا V على دلتا T قيمتها من قيمة ال I. طيب ال I احنا قلنا عند انجل 180 بنيجاتيف ماكس، يبقى ده بنيجاتيف ماكس. على سبيل المثال طب عند انجل 90، عند انجل 90 ال V بماكس وال I بزيرو، طيب الدلتا في على دلتا تي ما تجاوبش، الدلتا في على دلتا تي بتدل على قيمه الاي، لازم تاكد الاول. طيب الاي هنا قيمته بكام؟ ب 90، عند 90 بزيرو، يبقى ده قيمته زيرو. وهكذا يا جماعه. يبقى عشان خاطري ارجوكم ما ينفعش نحل غير اما نحط كل الحاجات دي قدامنا الاول وبعدين نبدا نحل. دي كل الافكار، وما تحاولش تقراها من الملزمه وما تحاولش تقراها من الكتاب، حتى الملزمه ما تحاولش تقراها منها، لازم تشغل دماغك ولازم انت اللي تعملها بايدك كل مره. اللي بيوقعك في الشابتر ده كل مره انك بتقراه كانه مذاكره وما بتحاولش تشغل دماغك وانت اللي تجيب القصه دي فبتقع. وارجو بقى اللي فاهم النقطه وخلاص خلصها هيبدا يشتغل بدماغه، يفهم الجايدز بس اللي احنا بنقولها دي وتبدا تشتغل. طيب هنا لو انا عايز الاي يا جماعه بتساوي في ار على ار، لان في على ار عاديه. طب هنا لو عايز الاي هيساوي في ال على، ايوه ما تقولش ار بقى، على اكس ال اللي احنا قلنا بتساوي 2 باي اف ال. طب وهنا لو عايز الاي هتساوي ايه؟ ايوه في سي على اكس سي. وصلت؟ اعيد اي حاجه؟ كلام جميل. تعالى بقى كده، دول اكتر سيركتس فيهم لخبطه شويه، اكتر سيركتس فيهم لخبطه شويه لان فيهم ديتيلز كتير. وصلت يا جماعه؟ دول حفظ لازم نتاكد منهم. الجرافات دي انت ارسمها، اللي سابق اتحط في الماكس واللي بادئ من المتاخر يبدا زيرو، السلوب هو عادي اللي بادئ من الزيرو اهو، يعني هنا اللي بادئ من الزيرو كان اي فبقى السلوب دلتا اي على دلتا تي، هنا اللي بادئ من الزيرو الفي فالسلوب دلتا في على دلتا تي. لازم تعمل الحاجات دي لوحدك، ما تجاوبش موضوع الانجل دي غير لما تكون الرسمه قدامك والسلوب، يعني ما تجاوبش مجموع موضوع الانجل غير لما تكون رسمت ده كله. وبعد ما رسمت ده كله اقول لك بقى عند في دايره ال ال لازم احدد نوع السيركت، فاقول في ال ال سيركت مثلا عايز اعرف قيمه الفي، فتقول لي ثانيه عند انجل كام؟ يقول لك عند انجل 270، فتقول لي عند انجل 270 الفي الازرق، ما انت هتبقى راسمها هتكون مثلا بزيرو والاي بنيجاتيف ماكس. طب السلوب؟ السلوب اللي هو الدلتا اي على دلتا تي، تمام. طيب دلتا اي على دلتا تي قيمته زي الفي، طب الفي بكام عند 270؟ بزيرو، يبقى السلوب بزيرو. يبقى تهدى وتجاوب بالاساس اللي احنا بنتكلم عنه ده. طيب تعالى بقى نتكلم على السكس سيركتس بوجهه نظر مختلفه. احنا اتفقنا ان دايره الار اللي احنا لسه واخدينها ده الفيكتور ريبريزنتيشن بتاعها اي ار، عشان هنكمل بقيه الست دوائر والفي ار. والسيركت بتاع الكويل كان ده الاي ال وده الفي ال. والسيركت بتاعه الكاباستور كان ده، تمام، عفوا، الاي سي وده الفي سي. دي مش معنى، خلاص كلام جميل. نشتغل ازاي؟ خدينا نخبي ده عشان ما تلخبطش كده. هنشتغل بالشكل اللي حضرتك شايفه. عايز اعرف بقى السيركتس اللي بعد كده. هنا قلنا الاي بتساوي في على ار، هنا قلنا ان الاي بتساوي في على اكس ال اللي هي 2 باي اف ال، هنا قلنا ان الاي بتساوي في على اكس سي، ما هي تعتبر كان هي مقاومه بس سميناها اسم تاني عشان مش اوميك، مش بسبب الاتومز، بسبب السيلف اندكشن او بسبب الكاباستنس، على اللي هي 1 على 2 باي اف سي. طب لو احنا دخلنا في سيركتس تانية، انا عايز بس تبقى الفيكتور ريبريزنتيشنز دي قدام او قدامكم، اللي هي ار مع ال بقى وار مع سي وار مع ال سي. ار مع ال، تعال نبص على الاي، هل في اختلاف بين الاي هنا والاي هنا ولا الاثنين على نفس الهوريزونتال لاين؟ اه، يبقى الاي سيم فاليو لانهم بيتوصلوا دايما سيريس وسيم فيكتور، يبقى ما فيهوش مشكله. هنلعب بقى شغل مكعبات بقى. المشكله في الفي، طب الفي ار كانت نايمه كده، ممتاز قوي، والفي ال طالعه فوق، خلاص ناخدها نحطها كده اهي.
شايف ال VR كانت كده، ال VL كده. طيب نيجي هنا R و C، ال I ما فيهاش مشكلة، مشكلة في ال VR. فال VR وال VC، ال VR ماشية كده حطيناها كده، بس ال VC نازلة تحت عملناها لتحت. طب نيجي بقى للتلاتة، الاي والاي والاي ما فهمش مشكلة، الفي ار بالجنب نحطها، الفي سي الفي ال طالعة فوق اهي نحطها، الفي سي نازلة تحت اهي نحطها. خلصت هنا، معناه ان الفي ار متأخر بكام؟ احنا بنمشي انتي كلوك وايز ب90، هنا معناه ان الفي سي متأخر بكام؟ ب90 ريتاردد. هنا معناه ان الفي سي ريتاردد عن الفي ار ب90، وال VR retarded عن ال VL ب90، وال VC retarded عن ال VL كلها بكام؟ 180. تمام كده الصورة وضحت. طب لو أنا عايز أجيب ال value بتاع ال V total، ده كده mathematics يا جماعة، عايز أنا ال V total هتساوي root square، root اهي VR square plus VL square. طب لو عرفنا ان ال في ار بتساوي اي في ار، ال في بتساوي اي في ار، وال في ال هتبقى اي في اكس ال، ما هي زيها نوع من انواع الريزيستنس، بس سميناه اندكتيف رياكتيفيتي قلنا المره المليون بسبب السيلف اندكشن. طيب وده بقى قال لك لا، هنا بقى لما نيجي نجمع، هتيجي تقول لي ال في توتال، مش هتقول لي في اي في ار توتال، لا، قال لك لما تتوجد ريزيستنس مع كويل، او ريزيستنس مع كاباسيتور، او ريزيستنس مع كويل وكاباستور مع بعض، قال لك بنحط حاجه اسمها زد، والزد دي يعني هنحطها هنا اهي امبيدنس. امبيدنس ده لما تتجمع اوميك ريزيستنس مع رياكتيفيتي او رياكتنس، سواء رياكتنس دي كانت بسبب كويل او كاباستور او الاثنين. خلاص فهنا دي هتبقى اي في زد، يعني دي في توتال، هنعوض ده اي في زد، ده اي في ار اول باور 2، ده اي في اكس ال اول باور 2، هنطير هناخد الاي كومن فاكتور وهتطير، هنوصل في الاخر ان الزد بتساوي ار سكوير بلس اكس ال سكوير. طبعا احنا بنأكد ان احنا بنعمل اوفر فيو، فمش عايز الخمك بحاجات كتير. لو هنا بقى جينا اشتغلنا وجبنا ال V، فال V بتساوي V R square plus V C square اهي، وبالتالي تبقى ال Z بتساوي R square plus X C square بدل X L square. طب هنا بقى قالك لا، ده مينفعش نشتغل عليه كده. ومن نشتغل عليه ازاي؟ قالك تعالى كده بقى، احنا هنطلع ده كده من تحت نطلعه فوق بالماينس، ويبقى الشكل الطبيعي بقى عندنا VL طلعنا معاها الماينس VC وبقت VR، وده ال V بقى، يبقى ال V هيساوي VR سكوير بلس VL ماينس VC، كأنها مثلا رمز واحد all power 2، وهتبقى ال Z بتساوي R سكوير بلس XL ماينس XC all power 2. كلام جميل، كلام جميل، خلصنا من الجزئية دي، خلصت. طيب ادي 6 سيركتس، طب ما تلم لنا كمان ال 6 سيركتس دي كده، انت فهمتنا جت منين كقوانين بس، كرولز بس، عايزين نعرف نحل ازاي. طب لو انا بتكلم على ار سيركت، فالموضوع انتهى، لان هتبقى الاي بتساوي في على ار. ولو انا بتكلم على، وطبعا الفيكتور ان ده الفي ار وده الاي ار، ولو انا بتكلم على اكس ال سيركت، دي الخلاصه، اي بتساوي في على اكس ال، بس ده هيبقى الاي ال وده الفي ال، لان الفي سابق ب 90 ديجري او ليدز ب 90 ديجري. ولو انا بتكلم على سي سيركت، فهيبقى ده معناه ان الاي بتساوي في على اكس سي، وهتبقى الشكل بتاعنا ان ده الاي سي وده الفي سي، ومعناه كده ان الفي سي متاخر ب 90 ديجري.
طب لو احنا حبينا بقى نجيب السيركتس التانية، هقول لك في ار ال، في ار سي، في ار ال سي. الار ال اتفقنا خلاص ان ده، ان هنا عندنا الفي ار، هناخد الفي ار، كلامنا على الفي ار، وهنا الفي ال نركبهم كده، وهيبقى عندنا الفي بتساوي في ار سكوير بلس في ال سكوير. طب لو انا عندي عايز اجيب الزد بقى، ما هو ممكن نعمل نفس الجراف ده، ويبقى هنا بدل في ال يبقى اكس ال، لان احنا قلنا الاي ملهاش تأثير، وده هيبقى ار، ويبقى ده الزد، ويبقى الزد زي ما احنا جبناها من ورا واثبتناها انها بتساوي ار سكوير بلس اكس ال سكوير. طيب لو انا بقى هنا بشتغل على ار سي، هيبقى ده في ار، وهيبقى ده في سي، وبالمثل هيبقى ده ار وده اكس سي. ده هنا لو عايز في توتال هتساوي في ار سكوير بلس في سي سكوير، وهنا لو عايز امبيدنس هتساوي ار سكوير بلس اكس سي سكوير. طب لو ار ال سي، احنا اتفقنا ان احنا طلعنا الفي سي بالماينس، وهنا ده الفي ار، فلو عايز في توتال هتساوي في ار سكوير بلس في ال ماينس في سي اول باور 2. طب ولو عايزين الزد، ابدا هيبقى ده اكس ال ماينس اكس سي، وده ار، ويبقى ده الزد بتساوي r سكوير اللي هي بلس اكس ال ماينس اكس سي اول باور 2. اخر حاجه بقى اللي باقي لنا الانجل التان ثيتا اللي هي الفيز انجل. يا جماعه ما هي واي على اكس، انتوا لخبطين نفسكم ايه؟ مين على الواي؟ في ال. مين على الاكس؟ في ار. يبقى هنا في ال على في ار، او اكس ال على ار. طب بالنسبه لدايره الار سي، يا جماعه تلخبطوش نفسكم، هيبقى في سي على، ما هو ده يعتبر واي على في ار. فيجي ولد شاطر يقول لي لا بس ده نيجاتيف واي، اقول له برافو عليك، حط ماينس بقى او نيجاتيف عشان تعرف ان الفي سي ريتاردد متاخر. ويبقى برضو التان ثيتا هنا بتساوي، الله ينور عليك، اكس سي على ار ماينس عشان ريتاردد. طب ما هنا بقى التان ثيتا ايه؟ اقول لك انت ملخبط نفسك ليه، ما هي هي. مين على الواي؟ تقول لي في ال ماينس في سي، حطها على، ايوه، في ار. طب وهنا عادي بقى بنفس المنطق، اكس ال ماينس اكس سي على ار. بس هنا بقى في حوار في الدايره الاخيره، ها ادينا رجعنا على القوانين كلها. الحوار الا وهو ان تان ثيتا هنا بتساوي في ال ماينس في سي على في ار، او اكس ال ماينس اكس سي على ار، اللي هقوله هو هو كده كده واحد، فهنطبق عليهم كلهم. فيبقى عندي تلات احتمالات، لا اما الفي ال تتساوى مع الفي سي، فساعتها دول هيكنسلوا بعض فتبقى التان ثيتا ايكوال زيرو، وتبقى الدايرة اوميك، لان كده لا الكويل اثر ولا الكباستور اثر، والاتنين الاغبية اتخانقوا مع بعض وضيعوا تأثير بعض. لا اما يبقى الفي ال اكبر من الفي سي، يعني الباشا الفي كويل ده الكويل هو اللي مسيطر، وطبعا التان ثيتا هتطلع قيمة بالبوزيتيف، وتبقى الدايرة مايلة انها تبقى اندكتيف، يعني بتميل ناحية الكويل لان هو اللي مسيطر هو الاقوى. لاما تبقى الفي سي هي اللي اكبر من الفي ال، فبالتالي الفي سي اكبر طبعا، هتبقى التان ثيتا هتبقى بالماينس، وتبقى الدايرة كاباسيتيف لان هو اللي مسيطر على السيركت. طب كاباسيتيف بكام؟ هيبان من الانجل، قيمة الانجل بتاعت. يبقى مفتاح الحل، طبعا احنا دي فيها لينا معاها قصة دلوقتي لما نقلب الصفحة. يبقى مفتاح الحل يا جماعة واحد، تحديد نوع السيركت، هل هي R فمش هيوجع دماغي واستخدم ده، ولا L يبقى V على XL، ولا C V على XC، ولا هل هي يا شباب RL يبقى أنا أشتغل بده لو عايز الـ V total أو الـ impedance، وده لو هي RC يبقى ده لو الـ V total أو الـ impedance، ولا هي RLC لو عايز الـ V total يبقى ده أو الـ impedance يبقى ده. تحديد نوع الدايرة مهم أوي. وبعدين الـ إيه؟ التان ثيتا. انا لو مكانك،
انا مش هحفظ حاجه، انا هحفظ الفيكتور ريبريزنتيشن ده بس، وده وده، وهنا اعمل مكعبات، اخد الفي ار والفي ال، الفي ار نايمه كده، الفي ال طالعه زي ما هي مرسومه، يبقى ده الفي توتال، وتكون قوانين ماثيماتكس بيساوي في ار سكوير بلس في ال سكوير، والزد اللي هو ده هيساوي، الله ينور عليك، يعني ده كده في الزد بقى اللي هو ده هيساوي ار سكوير بلس اكس ال سكوير. طب من هنا بقى، طب ار سي تقول لي والله الفي ار اهو اهو، والفي سي اهي اهي، يبقى الفي توتال بتساوي في ار سكوير بلس في سي سكوير، والزد هتساوي ار سكوير بلس اكس سي سكوير. طب هتيجي تقول لي طب لو التلاتة بقى، هقول لك الفي ار نايمة اهي، الفي اللي طالعة فوق اهي، الفي سي نازلة تحت اهي، عملتهم وديتها بالماينس زي ما اشتغلنا ورا وحلينا المسألة. طيب نيجي بقى للجزء اللي انا عايز اقول عليه، بدا اخر جزء كده، ومش هيبقى لك الا تو ابلكيشنز بس بتوع الاوسيليتنج سيركت والتيرنينج سيركت، ودول امرهم سهل. احنا قلنا اهم حاجه السيركتس اللي هم السكس سيركتس دول ايه، نظبطهم. ايه بقى القصه اللي انت قلت لنا عليها دي؟ ايه القصه؟ اما قلنا تان ثيتا بتساوي زيرو، ركز في الكلام اللي انا هكتبه ده. اكيد سمعت في الشابتر عندك حاجه اسمها state of resonance او tuning، وكنت لما دي بتتوجد في المساله، وعلى فكره تقعد تقول مش عارف احل مسائل بسبب انك ما قريتش دي، لان اول ما اقول لك state of resonance او tuning معناه tan theta equal zero. طب ده جه منين؟ تعالى لي واحده واحده. في حاله الريزونانس دي بتكون الكرنت ماكسيمم، وده اللي بيميزها، والكرنت ما يبقاش ماكسيمم الا لما التوتال امبيدنس تبقى مينيمم. طيب المفتاح فين بقى؟ الزد او الامبيدنس بتساوي روت ار سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي اول باور 2. طبعا احنا بنتكلم على السيركت الاخيره اللي هي ار ال سي، لما كلمتك ورا قلت لك لينا في التان ثيتا اللي هي كانت في الار ال سي دي، فده قانونها، لان انا بتكلم على السيركت بتاع الار ال سي. متى تكون الزد مينيمم؟ يعني كده كده الار ما فيهاش لعب، هي بتبقى ثابته، لما دول يبقوا ما ينفعش يبقوا بقيمه، لان حتى لو طلعت القيمه بالماينس السكوير هتخليها بوزيتيف، فده لازم دول يتلغوا، فده ما يحصلش غير اما اكس ال تتساوى مع الاكس سي، فيبقى الفرق ما بينهم صفر. ركز بقى عشان كل دي شروط الريزونانس. فمع ساعتها بقى تكون الزد بتساوي روت ار سكوير، يعني الزد هتكون بتساوي ار، فساعتها الاي يبقى ماكسيمم، والفي تمام بيساوي في على زد، هيبقى مكانها في على ار لان الزد بتساوي ار. وساعتها بقى لما نيجي نجيب تان ثيتا هنقول بقى اكس ال ماينس اكس سي على ار، طبعا دول بيساوي بعض فهيكنسلوا بعض فهتكون بزيرو، وساعتها السيركت هتكون ايه؟ اوميك. يبقى لما اقول لك ان انت في حاله ريزونانس كل الحاجات دي مباحه في المساله، كل ده يعني تقدر تعوض الزد بتساوي ار، تقدر تعوض الاي بتساوي في على ار، تساوي الاكس ال مع الاكس سي، طبعا بما انك ما سويت الاكس ال مع الاكس سي يبقى الفي ال بتساوي في سي، لان الفي ال بتساوي اي في اكس ال، والفي سي بتساوي اي في اكس سي، والاي كده كده ثابته، فهترجع تاني اكس ال بتساوي اكس سي، ويبقى التان ثيتا بتساوي ايه؟ زيرو. او اخر حاجه ان الفريكونسي بيساوي 1 على 2 باي روت ال سي، اللي هو ده كان قانون الاوسيليتنج سيركت، اللي هي اصلا الاوسيليتنج سيركت دي كانت دايما في حالة ريزونانس او في حالة ان الكرنت ماكسيمم. ما تقول لي جبته منين؟ هقول لك تعالى واحدة واحدة، الاكس ال بتساوي اكس سي، مش ده شرطك؟ اه انا موافقك عليه. طب ما هو ده بيساوي 2 باي اف ال، وده بيساوي 1 على 2 باي اف سي، اه ممتاز. طيب ما حضرتك دلوقتي احنا ممكن نعمل كروس كأن ده اوفر 1 ونضرب ده فوق، ماشي، 2 باي في 2 باي يبقى 4 باي سكوير، اف 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 باف سكوير، السي تطلع مع ال يبقى ال سي ايكوال 1. طب لو انا عايز الاف سكوير بس لوحدها هودي ده وده بالديفايد، يبقى 1 على 4 باي سكوير في ال في سي. طب لو انا عايز الاف بقى هاخد سكوير روت، سكوير روت لل 1 يطلع ب 1، سكوير روت لل 4 باي سكوير، ال 4 تطلع ب 2 والباي سكوير تطلع بباي، ده مش هعرف اعمل حاجه فيبقى روت ال سي، فبقى القانون اللي انا كتبته فوق. يبقى ده لما يجي يقول لي في حاله ايه؟ ريزونانس. لما يجي يقول لي في حالة ريزونانس نستخدم القوانين دي كلها.
اخر حاجة بقى خالص كان السميتف جراف. طبعا انا كل ده بتكلم على السيركت الثابته، اللي هم الولاد يقول لك الجراف ده جه منين وبتاع وشكله صعب، تعالى نبدأ نمشي فيه واحده واحده وهوريك الجراف ده قصدي بيه ايه. احنا كان عندنا هل الار يا شباب كان ليه علاقه مع الفريكوانسي؟ هل في قوانين الار اللي هي كانت من شابتر 1 بتساوي رو في ال على اريا في علاقه للفريكوانسي؟ لا، فاذا مع الفريكوانسي مفيش ريليشن. طيب لو احنا جبنا الكويل مع الفريكوانسي اللي هي الكويل العادي كان هيبقى دايركت. تقول لي لا مش مصدقك، هقول لك ارجع للقانون ان هو اوميجا في ال يبقى 2 باي اف ال يبقى دايركت. طب حضرتك والكاباسيتور الاكس سي بتاعته كانت انفرس مع الفريكوانسي، هتقول لي مش مصدقك، هقول لك ارجع للرول اللي هي بتقول اكس سي 1 على 2 باي اف سي يبقى الريليشن انفرس. طب ايه رأيك بقى لو احنا رحنا عاملين سبميتيف جراف؟ متهيألي بدأت تعرف قصدي ايه، ان انا احط الفريكوانسي على الاكس اكسس واحط هنا الاكس ال والاكس سي والار، وهنزود عليهم حاجة كمان شوية. بالنسبة للار يا استاذي الفاضل كان في علاقة بينه وبين الفريكوانسي؟ لا، يبقى نعمل ده كده ونكتب جنبه ار. بالنسبة للاكس ال مش كانت الريليشن دايركت من شوية زي ما احنا قلنا؟ اه. طب يبقى نعمل كده ونكتب اكس ال. ومش الاكس سي كانت الريليشن انفرس زي ما وريتها لك من شويه؟ اه. يبقى نعمل كده ونكتب اكس سي. طيب لو احنا جينا هنا شايفين النقطه دي؟ اه. مش النقطه دي تقابل فيها الاكس ال اللي طالع مع الاكس سي اللي نزل؟ اه. اذا عند النقطه دي تقابل الاكس ال مع الاكس سي، اذا تساوي اهو لان اتقابلوا في نفس النقطه. يعني في النقطه دي ايوه ارجع ورا بقى كده في حاله ايه؟ ريزونانس. يعني نقدر نقول ان الدايره اوميك وتان ثيتا بتساوي زيرو اللي احنا خدناه، وان الزد بتساوي ار، وان الاي بي ماكسيمم، وان الفريكوانسي بيساوي 1 على 2 باي روت ال سي، مش ده خدناه؟ طيب لو جينا بقى استخدمنا الماثيماتكس برضو وعملنا جراف كده وجينا قسنا الزد، يعني عملنا كل شويه نسجل قيمه الاكس ال والاكس سي والار ونعوض في قانون الزد اللي هو بيساوي روت ار سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي اول باور 2. بالتجربه ورسم الجراف هنلاقي ان الزد بتبقى كده لحد ما تتلامس مع الار عند حاله الريزونانس، هنا تبقى مينيمم، يعني بتقعد تقل في بدايه الكيرف لحد ما تبقى مينيمم، وبعدين بعد كده بتزيد مع الاكس ال. طبعا بما ان الاي عكس الزد فاذا الاي هيبقى عامل كاب عليها كده، هيبقى كده وينزل كده. هو ده الجراف يا سيدي، ما تحاولش تحفظه لازم تبنيه، لان ده الزد يبقى ده الاي عكسها، لان الاي عكس الزد لان ده مقاومه وده كرنت. اتفقنا كده يا استاذي الفاضل؟ خلاص كده اعيد اي حاجه كويس. طب هنا بقى ثواني بقى كده، لو قسمنا الدنيا كده يبقى الجنب ده ايه حضرتك؟ الجنب ده كده الاكس لسه اكس ال لسه بتشق طريقها، لكن اللي بادئه من الماكسيمم بسم الله ما شاء الله الاكس سي. ففي الجنب ده كده اللي هو قبل الخط اللي في النص ده الاكس سي اكبر من الاكس ال، اذا هنا في الجنب ده الدايره كاباسيتيف زي ما احنا خدنا. وفي الجنب ده الاكس ال بسم الله ما شاء الله اختنت وشقت طريقها بقت فوق ماكسيمم مع الواي اكسس، والاكس سي نزلت ضعفت خالص. ففي الجنب الثاني الاكس ال اكبر من الاكس سي، يبقى السيركت ايه؟ اندكتيف. معايا؟ اتفقنا؟ خلاص. ويبقى هنا ده الدايره اوميك في حاله ريزونانس. ما تترددوش كده، خلصنا اوفر فيو سريع على التشابتر، انا مش عايز اطول الفيديو عن كده، احنا وصلنا الساعه ال 10 بس بنحاولنا قدر الامكان نلم الفيديو. ارجو ان تكونوا استفدتوا. اي حد عنده اي سؤال سواء الطلبه بتاعتي او مش الطلبه بتاعتي يبدا يبعت لي على الواتساب او على البيج بتاعت الفيسبوك، تمام؟ هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في الكفر فوتو بتاع اليوتيوب شانل. خلاص، وانا تحت امركم لو في اي حاجه، تمام، او اي ماتيريالز او اي حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى. اشوفكم على خير باذن الله تعالى.